وزع أعضاء الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك بولاية صعيدة الورود والهدايا على مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل الأقسام المختلفة للمساهمة في إدخال البهجة في قلوبهم خلال تلقي جرعات العلاج، وذلك ضمن فعاليات احتفال المستشفى باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يوافق 15 فبراير من كل عام. التيارات باطل وديروا لنا السكانرات باطل، ما عندنا التخيتك. انا زواليه، هاني مريضه. الله يحفظكم، الله يبعد عليكم الامراض. راه فينا المرض ما يبعد عليكم كاع الامراض. هذا ما نقول لكم. اجتمع للجمعيه الوطنيه لترقيه المجتمع المدني والمواطنه. ارتئينا اليوم بالتنسيق مع جمعيه المستهلك، الدفاع عن المستهلك، ان نقوم بهذه المبادره، وهذه اون برانسيب هذه نديروها اسبوعيا وشهريا من الاحسن، باسكو هذه الفئه من المرضى لازم لهم الدعم النفسي والدعم المعنوي، هذو هما الاساس. قمنا اليوم نحن المنظمه الوطنيه المنظمه الجزائريه للدفاع عن المستهلك حمايتك بالتنسيق مع الجمعيه الوطنيه لترقيه المواطن والمواطنه بزياره لمرضى سرطان بمستشفى احمد مدغري بسعيده. وبهذه المناسبة أشكر جميع المحسنين الذين ساعدونا في هذه المبادرة مع المدني والمواطنة بزيارة إنسانية خيرية لفائدة مرضى السرطان. نشكر كل المحسنين ونشكر كل من المكتب الولائي سعيدة لمنظمة حمايتك والمكتب الولائي للجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة.